ونيف والعبد العزيز والحيف راه ما قد يزوروا. خليني نقول لك ما كانش يزوروا ما قد يزوروا. خايفين خايفين من العباد. ماهم خايفين من مولانا. والعبد العزيز كانوا يقولوا عنه امير العمل الاسلامي ما يقدوا غير يسلموا عليه به اللي محبوس. هما كانوا يقولوا عنه امير العمل الاسلامي. انا حد نقول عنه امير العمل الاسلامي لا نحب نتكلم معاه. خليني انا لاهي نقول لك انت اللي فارق عليه ضعفاء وفقراء وجهال. انت ما قطش معناك مكون مدرسه ولا قطش معناك مكون بنك ولا طب ولا شيء غير تقول لهم هذا وتمشي انت وتشبر الهواء وتشرب السراعة جديده وتجيب بتاجينة وتخليهم هم تفصلهم. هذه انا وهي متعايشين نعطيها 100 وقيه اسوا خلعتي ما يحق. هي قالت يا ما يحق في وحدات في وحدات ثاني دور يقولوه هذه والله واحده اخرى انا هو متعايشين نعطيه 100 الف ولا 10000 بالطريقه اللي هو عايش بها وانا يعدل لي من الخدمه وانت فصلته معي ما اعطيته مدرسه ما اعطيته راتب ما اعطيته طب ما حضرت انت هذا وتكلمت وجيت عندك متى جديده وعندك راتب وعندك كذا وخليته من وصلتهم مع هذا اللي كان يستنى يقدوش يقدر ما استنى استنى انا هو ما انت استنى هو ما انت انا وامر وشال انت انا اسمع استنى وقال ما وصلت وانا هنا ما استنيت شو انت قلت ما منه لاعب انت افتريت على الله كذبا انت شيباني يا صغيرتك يا كذب والله لك كذب شكرا هذا كذب كذب عني انا نجبر من عند النصارى الفضل والله ما يهم عليك النصارى انا خرجت وولدت النصارى سويت وولدت يسوى من نجبر عند الفضل خليني انت اللي تكرمك عليه الدوله وتقول لك ما قد كرمتني وكذا كرم راسي قالعوا بعولتي والاحباس اللي دخلت انا ماني جبان قالعوا لا مره تنحبس وتجي له جيني ومرة قلت قلت زور يعني قلت زورا زورت ما قطعت اتمهم على راسي قلت انت زور انا ما نعرفك ليه تعرف تعرف اللي قلت انا ترى قلت زور ما نعرفك حتى والله اللي قلت شي زبيط قلت شي زبيط قلت شي زبيط قلت شي زبيط I'm